بعد أذكار الصباح دائما أداوم على قراءة آيات السكينة والطمأنينة قبل قراءة الورد اليومي. الآيات التي ورد فيها كلمة السكينة، هل فعلها هذا جائز؟ لا حرج في ذلك، لكنه ليس على وجه السنية والندب، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يجوز أن يقرأ الإنسان ما يشاء من آيات الكتاب، وإذا كان لها معنى يحتاجه كأن يكون عنده شيء من القلق أو التخوف ويحتاج إلى أن يستذكر هذه الآيات المتعلقة بالسكينة، فلا حرج في ذلك، فإن هذه الآيات مما يورث السكينة والطمأنينة في القلوب، ونزول السكينة على القلب يستقيم به حال الإنسان ويستبصر به مواقع الهدى، لكن هذا ليس على وجه السنية. ولو أنها نوعت بمعنى أنها لم تلزم في ذلك طريقة ثابتة لأجل ألا تتوهم أنه سنة أو أن له فضلا يخصه، فهذا أفضل، بمعنى أنه ممكن أن تقرأ السكينة بعد قراءة آية السكينة بعد قراءة وردها أو قبل الأذكار أو قبل الصلاة، يعني لا تخصها بموضع لا تتجاوزه لأجل ألا تتوهم الاستحباب والسنية بهذه الصورة.